مس ايكو تين دي مش بس حلاوة، يعني هي حلاوة بس الأساس لها علاقة بحاجات بقى، لها في المعرفة، في الجيمناستيكس، في الباليه، في كل الكلام ده. طبعا طبعا، انتي حاسة انك بنت حلوة؟ يعني المفروض لكل بنت ان هي تحس ان هي حلوه، عشان كل واحد جميل بطريقته، وانا طبعا شايفه ان انا حلوه الحمد لله. يعني انتصار، شايفة كل أم بتشوف بنتها قمر، وهي قمر ما شاء الله، بس انتي بتشوفي يعني من زمان شايفة انها جميلة، بنت حلوة؟ يعني خنفسه شافت عيالها على الحيط قالت لك قالت ايه؟ لولي لولي ملطوف ملضوف خيط. بخيط. فانا طول الوقت شايفه ان هي يعني شايفاها ان هي طيبه، يعني حلوه بس شايفاها ان هي طيبه وبريئه. وبزعل. ليه؟ بتزعلي ليه؟ لانها الحياه، ما قلت لك الجحيم هو الاخرون، والحياه قاسيه وصعبه وفيها يعني درجات للؤم، يعني في درجات للي ما تعيش، يقول لك يموت المعلم ولا اتعلم كمان. فدايما بحس ان هي بريئه يعني، فبقول يمكن سنها يعني. بتعلميها ايه؟ يعني ايه المهم اللي انت عايزه تحصنيها بيه؟ لازم يكون عندها ثقه بالنفس، ولا ومحدش يسيطر على افكارها. افكارها لازم تكون نابعه من جواها، لان انا شفت قدامي ناس كتير ضاعوا بسبب ان ناس سيطرت عليهم بافكارهم، فعيشوهم اللي هم عايزين يعيشوا لهم. ففي ناس ضاعت واتجهت اتجاهات غريبة لأن الآخرين فرضوا عليهم آراء. فدايما أقول لها ما تخليش حد يفرض عليكي رأي. ماما بقى انتصار، أنت حاسة إن مامتك يعني ما بين الفن، ما بين البيت، ما بين ده، بتلاقي في النص الأم، لأن الست مشغولة جدا وهي يعني بتجري عليكوا زي ما بنقول، يعني بتشتغل كتير، بس عشان في انتي وفي اخوكي وهي بتقوم بكل الادوار. فهي فحاسه ايه؟ بتلاقيها لما بتعوزيها؟ لما بعوزها بس بعديها بقى البيئه اللي حوالينا، بعديها طول الوقت اللي هي بتشتغل فيه وبتحاول تكنترول البيت والشغل، حاسه ان هي بتبقى بزنس وومن، مش بتبقى اللي هو ايه ام ساعتها، لكن لما بحتاجها بتبقى ساعتها ام. انتوا صحاب؟ كده كده، صح ولا ايه؟ صح. وبعدين عندي اخ كمان، الموضوع مساعدني اكتر، ان انا بروح دايما اشتكي لاخويا وبعديها بكلم مامتي، فالدنيا اخوكي مطلع. اكبر ثلاث سنين. بثلاث سنين عامل راجل بقى عليكي ويمشي كلمته كده لا لا. جيتي امتى ورجعتي امتى وحاجات لا ده كده 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 لازم. هو انا ما كنتش اعرف يعني ايه الغلاسه بتاعت الصبيان لما 19 و16 لازم هيسخف عليه. فشفت بقى بعد كده ان هو الصبيان غصب عنهم بيبقى عندهم الحته دي اللي هو ايه ده انتي لابسه ايه ده؟ ايه ده؟ اتأخرت. وبعدين بيغير على اخته اكتر ما يغير على امه. يا سلام. فممكن لو قال لها انتي لابسه ايه تقولي له مالكش دعوه؟ هي بتقول له كده اساسا. يعني بحاول انقذها يعني. بتتخانقوا؟ يعني طبيعي. طبيعي، بتتخانقوا عن ايه؟ على ايه؟ دراسه وتمرين. بس الدراسة يا دخلتك المدرسة الألمانية، يعني عايزه كل النظام الصارم. أنا يعني بحيي كل اللي دخلوا مدرسة ألمانية بصراحة. أنا داخلة أساسا فيها دلوقتي، كل المدارس ما بدأتش، إحنا أول مدرسة بتبتدي وآخر مدرسة بتخلص، فالموضوع بيبقى مستفز شوية. معلش بس أحسن ليه كده؟ بس كده بدل ما أنتوا قاعدين في البيت بتعملوا إيه؟ مش مشكلة، بيخلصوا الباقة اللي في البيت بتاعت الواي فاي. بالظبط. فالدراسة إيه؟ بتخانقوا على الدراسة إزاي؟ ذاكري. ذاكري يا ماما. ودرجات الموبايل مش هينفعك يا حبيبتي. بالظبط، الجمله الاصليه بتاعت البيت، التليفون مش هيجي في الامتحان، صحابك مش هيجوا في الامتحان، اي حاجه مش تيجي في الامتحان، اي حاجه. والتمرين بقى؟ التمرين لو ما رحتش او بغيب ساعتها بيكون خط احمر عند ماما. تمرين اللي هو ايه؟ انت بتمرني ايه؟ باليه وجمباز. وجمباز. جمباز بيكون حوالي 5 أيام لـ6 أيام في الاسبوع، فلازم احضرهم كلهم، يعني غير لو في حاجه مهمه ساعتها مش بروح.